خلونا نبدأ فقرة الأخبار الخاصة بنادي الزمالك من عند لعيبة الفريق اللي خاضوا فقرة بدنية وتأهيلية خاصة داخل صالة الجيم، وده كان على هامش الميران استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في مسابقة كأس مصر. طبعا الفقرة دي جت لعلاج الإرهاق العضلي للاعبين، وده كان من خلال أداء إطالات بجانب بعض التدريبات البدنية الأخرى باستخدام أدوات الجيم. طبعا الفقرة دي قادها كابتن علاء رجب مخطط الأحمال، ومستر أسوريو كان حريص طبعا، هو وأعضاء الجهاز المعاون ليه كانوا حريصين على متابعة هذه الفقرة، وده بالتأكيد في إطار البرنامج الموضوع للاعبين استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة. كمان انتظم ثلاثي الفريق الدوليين احمد فتوح، احمد مصطفى زيزو، وكمان محمد صبحي في التدريبات استعدادا لمواجهه فاركو، وده جاء بعد مشاركتهم مع المنتخب الوطني في معسكره الاخير واللي تم خلاله خوض مباراتين، الاولى كانت امام منتخب غينيا في التصفيات المؤهله لبطوله الامم الافريقيه، والمباراه الثانيه كانت امام جنوب السودان وكانت مباراه ودية. طبعا الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي أسوريو قام بوضع برنامج تدريبي خاص للثلاثي لتجهيزهم بالشكل المناسب للمباراة القادمة. كمان شارك محمد عواد حارس مرمى الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، وشارك طبعا بشكل طبيعي استعدادا للقاء يوم الجمعة المقبل، وده كان بعد تعافي الحارس من الإصابة اللي عانى منها في الفترة الماضية واللي كانت عبارة عن مزق في عضلة السمانة. طبعا محمد عواد كان خضع بسبب الإصابة دي لبرنامج تأهيلي وعلاجي حتى تماثل طبعا اللاعب للشفاء بشكل نهائي. محمد عواد شارك في الفقرة التأهيلية والبدنية بجانب ميران الحراس، بجانب أيضا الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية اللي شارك فيها بشكل كامل وطبيعي استعدادا للمواجهة المقبلة أمام فاركو. كمان أدى لاعبو الفريق فقرة خططية خاصة على هامش الميران تحت إشراف الكولومبي خوان كارلوس أسوريو المدير الفني، والجهاز الفني ركز مع اللاعبين على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة، منها نقل الكرة بالشكل الأمثل بين الخطوط والتمركز الصحيح وبعض أيضا الجوانب الأخرى. أسوريو المدير الفني قام بإلقاء أكثر من محاضرة فنية على اللاعبين داخل أرضية الملعب لنقل التعليمات وتوضيح بعض الأمور. بعد كده خاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية واللي تم التدريب عليها في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.